يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أو القناة الإخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب، كما يمكنكم التفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار. مشاهدينا، وبعد أن طالبت نقابات بفتح القانون الخاص واستجابت الوزارة لذلك، هي اليوم تنتقد السرعة التي تسير بها اللقاءات، تطالب بتواجد أهل الاختصاص من قانونيين مختصين في المالية وممثلين عن الوظيفة العمومية لتجنب أي اختلالات في القانون الجديد مستقبلا. راضية بن هباش. باشرت اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية لقاءاتها في محاولة لإعادة النظر في اختلالات القانون الخاص بعمال القطاع. أيام بعد عقد هذه اللقاءات، النقابات المشتركة تراوحت آراؤها بين الإيجابية والسلبية. للأسف رانا في الاجتماع الثالث، والاجتماع الأخير كان في يوم الاثنين 27 أفريل. للأسف جوزنا يعني يوم كامل على مشروع القانون الداخلي، هي كيفية وضوابط العمل لهذه اللجنة، وللأسف يوم كامل وما زلنا ما كملناش في القانون الداخلي. وماناش حابين نتسرعوا كما حدث في المرة السابقة، إنما نريد أن نضع حد لكل الاختلالات الموجودة، وهذا لن يتأتى إلا بدراسة متأنية. النقابات وإن كانت إعادة النظر في القانون الخاص من أهم مطالبها في وقت سابق، إلا أنها اليوم تطالب بالاستعانة بأهل الاختصاص لتجنب أي اختلالات جديدة في القانون مستقبلا. وطالبنا بمجموعة من النقاط، من ضمن النقاط هذه تواجد الوظيفي العمومي والمالية وخبراء قانونيين حتى لا نضيع فرصة القانون الخاص. القانون الخاص بعمال قطاع التربية الذي فتح آخر مرة في 2012 تضمن العديد من الاختلالات، خاصة فيما تعلق بالترقية، الإدماج والتصنيف، فهل إعادة فتحه في 2015 سيصححه نهائيا؟ أعجبك الفيديو؟ سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة.